استاذه كارما اتفضلي. شكرا سياده الرئيس. المحكمه اطلعت على ملف التحقيقات ومذكره الدفاع والمستندات اللي انت قدمتيها. انا اسفه يا فندم، انا عارفه ان الورق كتير شويه بس والله غصب عني. مفيش مشكله ولا حاجه، بس دي مستندات تخص النشاط العقاري لشركه الكومي. حضرتك معاكي اي مستندات تخص القضيه اللي قدامي دي؟ عندي يا فندم في صلب الموضوع وعصب القضيه، بس بعد اذن سيادتك ماجلاها للمرافعه. يعني ما كانش في داعي ان حضرتك تجهدي المحكمه بالورق ده كله؟ لا لا يا سيادة الرئيس، لازم المحكمة تتأكد إن الحالة دي نشاز في تاريخ موكلي في نشاطه العقاري. تمام، والمحكمة تأكدت يا أستاذة. اتفضلت رفيع. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أوضح لسيادة المحكمة. أنا بعتذر يا فندم، تسمح لي أرد على التليفون؟ تليفون إيه يا أستاذة؟ انت بتترفع يا استاذ. ارجوك يا فندم معلش، دي مساله حياه او موت. انا هفتح السبيكر لحضرتك. كمان هتفتح السبيكر عشان سعادتك تتاكد بخطوره الموقف؟ افتح السبيكر وخلصينا. ايه الجنون ده؟ ايوه يا حاج، سلام عليكم. ايه الاخبار يا استاذه كارما؟ طمنيني. الحمد لله تمام. انا دلوقتي في المحكمه قدام سياده المستشار، بيني وبينه 5 خطوات بالظبط. بجد يا استاذه؟ المستشار وجدي ياسين بنفسه؟ يعني امال خياله؟ لا مؤاخذة سعادتك، أصله فهمه بطيء شوية. إيه اللي بيحصل ده؟ أيوة يا حاجة أنا معاك. طب فرحيني يا أستاذة، وافق خلاص؟ لا لسه، سيادة المستشار وجدي ياسين مصمم على 800,000، مش هينفع ينزل منهم ولا مليم. مش هينفع إزاي يا أستاذة كارما؟ أنت وعدتيني إنك هتقنعي وجدي بيه بإنه ياخد 600,000 ويخلص. دي جريمة علني يا سيادة الرئيس. دي أكيد مجنونة. يا نهار أسود. اقبض عليها يا سيادة العقيد. استنى بس يا سيادة العقيد ثانية واحدة. ولا ربع ثانية يا أستاذة، المحكمة أمرت بالقبض عليك. هأفهم بس من سيادة المحكمة إيه التهمة اللي متوجهة لي، هتقبضوا عليا ليه؟ أعتقد ده من حقي. التهمة واضحة يا أستاذة، مش محتاجة تفصيل. إيه التهمة يا سيادة الرئيس؟ هتقبض عليا بتهمة إيه؟ الرشوة. حضرتك دي قضية رشوة، أنت بتتكلمي مع واحد غريب في عرض رشوة على هيئة المحكمة. رشوة؟ أنا متهمة برشوة؟ أنا لساني نطق قدامكم كلمة رشوة؟ أمال سعادتك بتسمي الكلام اللي قلتيه في التليفون ده إيه؟ بيع وشراء يا سيادة النائب، وساطة بريئة جدا بين بايع ومشتري. بايع؟ أيوة يا سيادة الرئيس، سيادتك نشرت إعلان في جريدة الأهرام من أسبوع بتعلن عن بيع شقة مملوكة لسعادتك في حدائق القبة ب 900,000 جنيه، وكاتب رقم تليفون سعادتك في آخر الإعلان. التليفون اللي جالي دلوقتي سمسار عقارات، معرفة قديمة، طلبني وسألني إذا كنت أعرف سيادتك ولا لأ. قلت له طبعاً أعرفه وهقابله كمان بعد بكرة. طلب مني إن أنا أتوسط لحضرتك إنك تعمل تخفيض في سعر الوحدة السكنية من 900,000 ل 600,000. بس خلاص. هو إيه اللي بس خلاص؟ ده تهريج يا أستاذة. أنت واقفة بتترافعي ولا بتتفقي مع سمسار شقق؟ لا بترافع يا سيادة الرئيس، والتليفون اللي أنا عملته ده في صلب القضية اللي أنا بترافع فيها، وأساس الجنائي اللي الداخلية بنت عليه التهمة الرشوة لموكلي. بعد إذن سيادة الرئيس، الأساس الجنائي سليم وملوش أي علاقة بالكلام الخايب اللي قالته الأستاذة. نسمعه يا سيادة الرئيس، أنا بطالب عدالة المحكمة بإن إحنا نفض حرز المسجل لموكلي، ونقارن بين الحوار اللي اتقال في التليفون وبين الحوار الخايب اللي أنا بقوله. 10 اتصالات في ربع ساعة ليه؟ دي جملة المشوهندس جابر في أول المكالمة. أنهي منطق بقى يقول إن جابر الكومي متفق مع مدحت الشرباجي إنه يدير له صفقة رشوة كبيرة زي دي، ويرن عليه في نفس توقيت الصفقة 10 مرات وما يردش عليه، وفي الآخر لما يرد يقول له عايز إيه؟ يقوم رادد الأستاذ مدحت ويقول الراجل منشف دماغه على 7 مقفولين ومش راضي ينزل ولا مليم واحد. طب 7 ايه اللي مقفولين؟ 7 ايه؟ 7 جنيه؟ 7,700؟ 7 مليون؟ ما جاش في بال النيابة اللي حركت الدعوة وكتبت تقرير الاتهام إن الكلام ده مبهم جداً ويحتمل أكتر من معنى. ما جاش في بالها إن مدحت الشرباجي بيدير صفقة الرشوة دي لنفسه
وانه كلم جابر الكومي بالاسلوب المبهم ده عشان يوهم المرتشي ان هو متفق معاه. ده التلبيس واضح يا سياده الريس. لو دي لعبه الشرباجي لوحده وجابر الكومي ما يعرفش عنها حاجه، جميل، ايه اللي يخليه يستجيب في المكالمه ويقول له اديهم له؟ موظف عنده بيشتري له عربيه، شاليه في الساحل، او شقه زي سعادتك، زي شقه الحدايق. انا قلت في المكالمه المفتوحه امام المحكمه ان سعادتك مش هتتنازل عن 800,000 ولا مليم، وسعادتك وعداله النيابه ثبت بسوء النيه واعتبرته ان دي رشوه لعداله المحكمه وامرته بالقبض عليا، واكيد كمان كنت هتقبضه عن السمسار الغلبان اللي يا عيني عايز شقه. ده التفاف يا سياده الرئيس، وطريقه ملتويه من الاستاذ عشان تخلي عداله المحكمه تتكلم عن ايوه التفاف يا سياده النائب، هي مش محتاجه اي ذكاء، واكيد التليفون ده اختراع تافه مني، حيله. انا اللي قريت الاعلان وكلمت السمسار وطلبت منه ان هو يكلمني في التوقيت ده بالتحديد، ومستعده اتحمل اتهامي لافتعالي دليل وهمي امام عداله المحكمه. انت مش شايفه ان دي جرأه زياده عن اللزوم يا استاذه؟ طب اعمل ايه يا سياده الرئيس؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه والداخليه مصممه انها تورط موكلي وتدينه وتدمره باي شكل؟ اعمل ايه عشان اهرب من الترصد العجيب الا بالطرق الملتويه دي؟ يا سعاده الرئيس الواقعه واضحه جدا، والمتهم التاني ما اعترفش باي كلام من ده في تحقيق النيابه. حضرتك عايزه يعترف بايه؟ بانه استغل وظيفته في شركه جابر الكومي؟ بانه استغل جابر الكومي في مكالمه تليفونيه رخيصه عشان ينهي صفقه لنفسه؟ انا عايزه اعرف احنا ممكن نتهم جابر الكومي بايه بالظبط؟ أحاسبه على مكالمة مبهمة وغامضة زي اللي عملتها قدام سعادتك؟ وكل ده عشان إيه؟ عشان في ناس كتيرة في البلد بتكره جابر الكومي؟ أيوه، في ناس كتير في البلد بتكره جابر الكومي، وأولهم أنا. أيوه يا سيادة الرئيس، أيوه أنا بكره جابر الكومي، ما بسلطفوش. وقبل الواقعة بيوم واحد بس قدمت استقالتي للشركة، وآدي صورة الاستقالة. إنسان متعجرف، أناني، فاكر إن هو من طينة غير طينة البشر كله. لكن السؤال المهم لعدالة المحكمة، هل عشان أنا بكره أي مخلوق في الدنيا أو ما بستلطفوش أتهم وأدمر سمعته وحياته ويرميه في السجن؟ مرافعة تاريخية مذهلة، قدرت تدخل جوه قلب رئيس المحكمة وتقنعه بجد ببراءة جابر الكومي، ده غير الأدلة القوية اللي هي قدمتها. أخدت حكم براءة لجابر الكومي وحكم بخمس سنين لمدحت الشرباجي. لو الشيطان نفسه كان بيترافع للكومي ما كانش قدر يخلصه بالعبقرية دي. انتي بتعيطي يا داليا؟ لا، بس انا عايزه اعرف حضرتك بتفرجيني الفيديو ده ليه؟ انا بقول عليكي شاطره وذكيه، اكيد يا داليا انت فاهمه كويس ان مفيش حد احسن منك يقدر يتكلم عن كارما سليم. يتكلم يعني ايه؟ افهمي يا داليا، كارما النهارده بطلت حدث مسمع في البلد كلها، صورها واخبارها وكل شيء عنها مغرق السوشيال ميديا، يعني بقت سوبر ستار. وانا مالي؟ يعني ايه وانتي مالك؟ هي في مادة أحسن من كده نقدمها في أول حلقة في البرنامج بتاعنا؟ انتي نسيتي انك بنت خالتها وانك أكتر واحدة تقدري تتكلمي عنها؟ أنا كده فهمت، بس لو حضرتك فاكرة بقى إن أنا ممكن أقبل الشغل هنا عشان أنا أقرب مصدر لكارما سليم، لا، النمرة غلط. أنا معرفش حاجة عن كارما ولا ليا أي علاقة بيها. عن إذنك داليا استني، اللي حضرتك كنت عايزاه مني مش هتلاقيه. أنا لا هستضيف كارما ولا حتى همجد فيها، وده عز الطلب بالنسبة لي. عز الطلب؟ يعني ايه؟